النصيحة اللي خلينا نقول ممكن يقدمها حسين حق رواد الأعمال اللي يبي ينشئ شركة يبي يبتدي، شنو تنصحه من خلال تجربتك؟ يعني يبتدي تعرف نفسك ترى لا بالفعل ريتشارد برانسون if you want to start you like screw it just do it يعني خلاص just do it بالضبط. وانا يعني كنت دائما حتى اقول له الفكره اللي عندك اذا انت ما سويتها ترى غيرك بيسويها، فلا تتوقع ان حتظل في بالك وتستناك لانه ما حد يستناك، واحد ثاني حياخذها اكيد هي. واذا الناس سووها مش لانهم اذكياء، لانك انت كسول. الشغله الثانيه ايه الشغله الثانيه اللي دائما ارددها يعني شنو اسوء شيء ممكن يصير؟ تفشل. اقل شيء حيكون عندك جواب، يعني لو فشلت بتقول ترى انا جربت وما مشت معاك، هذا اسوء شيء. بتكون انت راضي عايش مع نفسك راضي احسن ما تعيش ندمان ان غيرك سواها قبلك. خلاص. زين شنو نصيحتك انا؟ نصيحتي للامانه انه اذا عندك فكره وتلاحظ انه في حد ثاني ممكن يشاركك فيها لا تطمع، المشاركة هي بركة. يعني بقول أنا مثلا يعني اثنين يفكرون في مشروع معين أحسن من واحد بس يفكر فيه. أنت يشير the risk، يشير the effort، يشير the profit، يشير blessing، يشير everything. فدائما في ناس مرة تقول أنا ما بشارك حد أبي، وسبحان الله يمكن الأمور ما تمشي، لكن لما يشارك حد ثاني الأمور تمشي بطريقة أسرع. فإذا عندك فكرة وتلاحظ أن في حد يشاركك نفس الفيجن حاول انك تشاركه، يعني try to complete not to compete. شخص مناسب طبعا بس اذا كان تعال تحدي كبير حق الوضع صح، لكن شوف سبحان الله انت بدل ما تطلعون يعني شركه صغيره قطريه شركه صغيره قطريه يعني ياكلون في بعض، ممكن هم بالعكس هم ممكن ياكلون السوق. اذا هم كانوا شركه واحده ممكن تاكل السوق بدل ما ياكلون في بعض. ف ما ادري انا هاي نصيحتي صراحه. ممتاز، نصيحه جدا ممتازه. زين خلنا وين تشوفون يعني نفيش خلنا نقول بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات؟ نبتدي بخمس سنوات. احنا اول ما بدينا في نفيش حاطين فيجن قدامنا ان نفيش ممكن لازم تكون تكسر الشرق الاوسط ان شاء الله، وماشيين بهالاتجاه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. أنا على 5 سنوات أحس إنه ممكن تكون الأولى في قطر أو الخليج إن شاء الله. على 10 سنوات حلمي، أنا ما أقول إنه تكون أفضل في الشرق الأوسط وكذا، بس حلمي إن تكون لأن يكون أتليست فيديو أو فيلم أو مسلسل لنا يطلع للعالمية. يعني في ديزني مثلا ممكن نشوف مثلا ديزني اكواري مثلا في يوم من الايام. ما تدري صراحه ويدونا اللي متى وصل، بس اتليست انه فيلم او شغله تكون محليه او قطرية تطلع للعالميه. يعني انا هاي عندي حلم صراحه. انا اشكركم على الطموح الكبير. زين هاي طبعا 5 و10 سنوات ممتاز. زين شنو افضل جزء في الشركه انتم تحبونه؟ يعني النفيش اكيد فيها شيء تحبونه، تحبون الكرياتيفيتي بروسس اي جدا صراحه ولا شو اللي ما ادري انا يعني هنبتدي فيك نرجع لك عامل التنوع. كل يوم تداوم في شيء جديد، ايوه في حد جديد، في تشالنج جديد، في فكره جديده، واحس مخك قاعد يكسر جانب فيه يعني مغبر. فإذا دائما تفكر في مثلا إذا تروح وظيفة معينة أو تسوي شغلة معينة مع الوقت خلاص تصير روتين وأنت متخصص في هالشغلة. في نفيش لا، ما في روتين وأفكار غريبة وكلاينت يعني عندهم أشياء يبون يسوونها، فتلاقي مخك طول الوقت يفتر، وحتى أنت تصير تنتبه لكل تفاصيل بحياتك، تنتبه لكل شيء ما كنت تنتبه له قبل. فأنا أحس هالجانب الحلو في نفيش. نفس الشيء. أنا ما في روتين في العمل، يعني كلاينت معين، مصنع معين يبي فيديو مثلا يخليك تنتبه على شان. لا وبعدين انت قبل تحس تفكيرك عقلاني، انا بعد ما فيش تفكيري ما صار عقلاني صراحة. يعني انا اقول لك ليش كله كرياتيفيتي، حتى الاشياء الجامدة تشوفها تتحرك، كل شيء تتخيله قاعد في المطبخ عادي، ممكن في سيناريو يصير بس انت بس بينك وبين الناس بتشوف سيناريو وش تكفاش ممكن ترى، وتطلع يعني تطلع قصه من ولا شيء، وما حد يعني ما حد يشوفها غيرك. وسبحان الله مرات تكون ورث ان انت تسويها فيديو، مرات تحس لا. وانا متاكده ان الكل يمر في نفس
يعني هالإحساس إنه مرات تكون مثلاً في السيارة أو تفكر في شغلة معينة أو فيديو معين أو قصة سيناريو بس تختفي في نفس اللحظة، خلاص فكر فيها خلاها بينه وبين نفسه واختفت. إحنا لا، ممكن تفكر فيها وممكن تطلع، يعني هاي جانب حلو بعد. خلنا نقول متى أمل، متى اعتبرته إن الشركة يعني حققت نجاح المأمول لها؟ يعني ما نبي نقول إحنا كشركة ناشئة، أنا آسف إذا بقاطعك، أكيد إنك كشركة ناشئة للحين الطريق طويل أكيد، بس أكيد في نجاحات أنتوا طبعًا تحتفلون فيها، يعني شنو النجاحات اللي أنتوا شفتوها في الشركة تحققت؟ يمكن يعني being selected، قبول المشاريع، أو حتى مثلًا خاصة لما تكون من نفيش نفسه، يعني ما يكون مشروع خاص بكلاينت، لما إحنا نطلع قصة لها خاص في نفيش ويتم قبولها أو ترشيحها إن هي تدخل لمسابقة معينة أو حتى لمهرجان معين، أنا هاي بالنسبة لي نجاح صراحة. لما تشوف الناس تعلق على السوشيال ميديا أن شغلكم عجيب، تعلمنا معلومة من هذه من الفيديو يعني ولا شيء، تحس أن في نسبة نجاح في الموضوع، أن أنت قاعد تفيد المجتمع، أنت قاعد تعطي. بس تحس لي الحين؟ أكيد يعني بس تحس أن خلاص نجحت اللي هو 100% فسكر أحسن. توايت إن شاء الله. لا يعني. لا هو ما راح توصل النسبة النهائية. لأنك بس توصل لهالمستوى ما يكون عندك حافز إنك تعطي شغلة جديدة. فأتصور أنا مع حسين في هالموضوع سبحان الله، وأنت نفسك طموحك يكبر، يعني بتوصل نجاح معين طموحك يكبر، يصير عندك طموح أكبر، تبي شغلة أكبر، تبي توصل له أو توصل مسج أكبر أو الفيديو نعرف في مكان جديد أو أشمل أو أكبر أو عالمي بالضبط. فأنت سبحان الله طموحك بعد يتغير مع الوقت. زين كيف تتواجهون مع الضغوط؟ يعني كيف تتعاملون مع الضغوط؟ سواء كان ضغوط اليومية أو ضغوط بشكل عام، يعني أي كرائد أعمال عنده ضغوط، يعني من ضغوط. الضغوط هي يعني خلينا نقول توني روبنز يقول لك إن 80% it's a mindset 20% mechanic. يعني المايندسيت يعني الضغوط، الضغط الاجتماعي، الضغط المالي، الضغط النفسي، عدم قبول الوضع الحال. كيف تتعاملون مع الضغوط يعني؟ أو يعني شنو الأسلوب أو الطريقة أو الستايل اللي تتعاملون مع الضغوط اللي تتعانون منها وتواجهون؟ يعني ابتدي في جمال. أنا أحس إنه كلنا كريادي أعملها أو حتى غيرهم، حتى كموظف تمر في اليوم الصعب اللي تحس كل الأمور تراكمت مرة واحدة. أوكي. لكن ساعتها أنا أفضل إنك ما تفكر فيها بزيادة أو تحاول إنك يعني تشيلها أو تحاول إنك مثلاً شلون تنهيها، لأن هاي مش الوقت المناسب، لأنك ما قاعد تفكر بوضوح. ساعتها المشاعر عندك تكون طاغية أكثر، ما تكون عقلاني، تكبر المواضيع بزيادة، تحس إنها نهاية المشروع أو نهاية الشغلة قاعد تشتغل فيها، ومن الأفضل أن أنت تنهيها عشان ترتاح. لكن لو عطيت نفسك مساحة، نطرت شوية، سبحان الله اليوم اللي بعده تبدأ تفكر بوضوح وتحس إن أنت كنت هولت المواضيع لكن ما كانت تستحق هالشيء، وتبتدي طبعًا تحلها، أو حتى هي تهون عليك، يعني بس تعطيها وقت تهون عليك وبس تفكر إنه يعني كيف ممكن تحلها، بس مايندسيت جديد، يعني تكون تفرش يوم جديد متفائل أكثر تمشي معك. أحب أقول إن هاي يعني الضغط هي نفسها هي اللي تبني النجاح، تجاوزك لها الضغط أو الصعوبة اللي حصلتها هي هذه اللي راح تبني نجاحك. وما يكون سهل بعدين حتى إنك يعني بسهولة تنضغط، يعني المرات الجاية تواجه نفس المشكلة بس قدرتك على الصد تكون أكبر، يعني تتحمل أكثر وبالعكس تكون ريلاكس أكثر، يعني instead of being stressed. قبل احنا نتوتر من اي مشكله نتوتر الحين لا، لاقي نفسيتنا شوي اهدى، ممكن نفكر فيها، ممكن ناخذ وقت بدل ما نطلع المكتب نقعد في المكتب نهدي المواضيع، نرجع نفكر فيها، طيب ايش الاوبشن الثاني، واتس بلان بي. بس يعني ليش خلينا نقول يعني مثلا اكيد ان الرجل غير المراه، يعني خاصه المراه
تغيير العاطفة. أنا أبيع من أول يوم. أنا بس أحس الأمور تتراكم علي للأمانة يعني، لأن أحس إن شخصيتي مش يعني أحس إن الأمور تحترق عندي يعني I would burn myself أو أصير أحرق في نفسي، لكن لما أعطي نفسي مجال سبحان الله يعني أحس إن أنا هولت المواضيع. إذن أنتي شو تحسين دور حسين في الموضوع يعني؟ خلنا نقول أنتو ك يعني خلينا نقول كبارتنر مع بعض، احنا شو الحلو في الموضوع خففون الضغط على بعض وكل واحد يضغط احنا الثاني. نقيض انا بسرعه اتكلم صراحه، اعصب بسرعه اعصب بسرعه ابي الامور تكون بسرعه، وبعدين مشكلتي انه لازم الامور تكون مثاليه. اذا شغله ناقصه انا بالنسبه لي احس ان كانك دمرت المشروع كامل، هو بالعكس يعني يحس انه لا عادي ان الامور ما تكون مثاليه 100% لطالما هي ناجحه او طالعه بصوره حلوه، فالمفروض ما نعقدها وما نخرب المشروع لان في 1% ناقص. وي شود جو اون زين. فهو شخصيتي اهدى مني يعني، تلاقيني انا اشد مرات، وحتى مرات احس ان اذا الفكره ما مشت اي دونت توك تو ذا كلاينت يعني، مرات احس ان ما بتكلم معاهم اي دونت ثينك ذي جيت ماي ايديا. هو ما شاء الله نفسيته لا يعني يتحمل يسمع من الكلاينت يعني، عنده طولة بال صدره وسيع. أنا بسرعة أحس إذا هما ما إذا فكرتي ما فهمت بسرعة جت ستريس يعني، فيمكن هالشيء مساعدنا يعني، حتى لو أنا طلعت شوي من الموضوع هو يكمل، وهو إذا هو ما قدر أنا عايز استمر بسرعة. تحس في البزنس إن في يعني مكملين البعض في البزنس يعني، في أشياء أنا تنقصني مثلا تكملها أمل، وبالعكس بعد ممتاز. زين نتكلم على ال يعني شنو اللي يبقيكم مثلا، خلينا نقول يعني كل يوم احنا مع مرور الوقت هل في goals مثلا واضحة او اهداف واضحة الشركة انتو حطيتوها يعني انتو بتحققونها في كل سنة، ولا انتو مجرد مثلا يعني احنا والله ستارت اب خلينا نجرب مرة مرتين يعني مشروعين ثلاث ونشوف شلون تمشي؟ احنا عندنا KPIs، عندنا في اهداف صراحة يعني، انا من ناحية استراتيجية this is my يعني ground صراحة. أنا حتى اختصاصي استراتيجي وشغلي استراتيجي وبزنس بلاني، فتلاقيني ما أمشي إلا الأمور مخططين لها وعارفين إحنا وين رايحين، وحتى طريقة اللي أفكر فيها ترى وايد أورجانيز يعني حسين خلنا نقول ممكن نطمن نقطة واحدة نقطة أربعة، أنا إذا ما تمشيني واحد اثنين ثلاثة أو بعدين أربعة مستحيل أكمل ما أقدر. فهو الجانب الكرياتيف عنده أكبر مني، أنا الأورجانيز أكثر منه، هاي شغلة. الشغلة الثانية احنا الحلو في نفيش ان الامور مش ماشية على اساس ان الكلاينت راح يعطينا، احنا اصلا within the company احنا قاعد نطلع مشاريع يعني، احنا في قصص معينة اصلا original by نفيش يعني، احنا اللي كاتبينها احنا نفكر فيها، مش ان حد جاي وقال لنا اعملوا لي كذا بالوقت الفلاني وكم سعركم، لا احنا مسوينها. فاحنا اهدافنا اصلا كل سنة ان نطلع يعني، السنة عندنا هدفين اللي هو فيلم قصير راح يطلع في أجيال إن شاء الله وشغالين عليه، والسيزن اللي تكلمنا عنه اللي بيكون إن شاء الله سبونسر باي سبريم كوميتي إحنا ناويين إن السنة خلصة. These our two main goals ل 2020 في أهداف ثانية، في عندك بعد على الأمد الطويل بعد. فهالأمور تلاقينا حتى إذا عدت السنة أو مشت لشهور وما مشينا as per the schedule we're trying to push it more يعني، نتكلم مع الأشخاص اللي لهم علاقة مثل المشاريع نحاول نحن نمشيها عشان نخلصها بالوقت المحدد وما تحترق الفكرة. ممتاز. زين شنو يعني أكيد إن كل حق كل رائد أعمال عنده عادات أو عنده يعني ريتشوال أو هابت يعني، خلينا نقول الاستيقاظ الصباح، مثلا الأكل الصحي، الرياضة، مثلا اللايف بالانس إذا كان عنده عيلة قاعد معه. بس شنو الهابت اللي انت كرادة اعمال قطرية تقومين فيها تخليك انت تستمرين على الرتم او على الروتين اللي يحقق لك النجاح اللي هو طبعا في النهاية، او خلنا نقول يعني انا دوم يعني اقول لك السلف ديفلوبمنت يتكلمون عن نقطة اللي هي ان انت في سيت اب
للإيرلي مورنينج لك يعني أول ساعات الصباح هي اللي طبعا تعطيك الانعكاس حق اليوم كامل. صح. يعني إذا أنا مثلا قمت الصباح من الصبح مثلا خلينا نقول صليت تمرنت أكلت صحي أبتدي يومي أقدر أشتغل مثلا كريتيفيتي عندي المايند سيت منفتح متفتح عندي هرمون السعادة عالي الدوبامين فقولي لي شنو الهابت. أنا تكون شوي غريبة الأمانة. ايه. جزء منها غريب. ايه. كل صبح ضروري يعني لازم أشوف الكالندر مالي الجدول وأسويه بس ما أسوي تفاصيل مثلا يوم كذا بكرة كذا لا أنا أتكلم عن ساعات يعني مرات بالنص ساعة يعني تشوف الجدول بالنص ساعة أنا عارفة بالضبط اليوم شو راح أسوي وإذا ما صار ممكن يخرب اليوم كامل وممكن أحس إن أنا معتفسة حتى لو كان يومي فاضي ما في أي مسؤوليات بعد أحس إن أنا ملخبطة. لكن الساعة الأولى من أقعد على المكتب إذا ما أخذ هاي حتى لو كان يأخذ مني 15 دقيقة بس إن أشوف إيش الجدول لهاليوم وأي أبديت السكيدول مال الأسبوع كامل جاي يعني أشوف إذا في شغلة تغيرت أو كذا هاي الطريقة اللي أنا أبدأ فيها يومي. أنهي يومي دائما بستاند أب كوميدي أنا أسميها ماي هابي أور. مستحيل أروح أنام إذا ما أشوف ستاند أب كوميدي يعني مستحيل لازم أشوف شغلة تكون سعيدة جدا يعني قبل ما أنام فتلاقيني حتى مرات أحس إنه أوكي يعني من الستاند أب كوميدي أو كثير كيفن هارد أنا كثير كل اللي على نتفلكس شطرتهم أحس حتى الريكومنديشن صارت كلها يعني ستاند أب كوميدي بس أي مقطع يكون خفيف دم أي شغلة ممكن ترفع عن النفس ما لها خص بالضبط ما لها خص بالشغل نهائيا. انا هاي طريقتي لانهي يوم صراحه احس ان هاي روتين يعني خلينا نقول ريكاب يعني انت تشوفين البلانينج او الجولز مالك سواء كان ديلي جولز مانثلي جولز تشوفينه وتخططين تقولي مثلا ها بياخذ مني هالكثره بياخذ مني وبلان يور دي وستارت تو يعني سكراتش الشيء اللي دان وعلى طول معي الدفتر يعني ممتاز. في اي لحظه ممكن تكلمني لازم اطلع يعني ما اقدر يعني ممتاز. اكمل الا اذا اكتب ممتاز اميزنج هابت انا الهابت ان ما قاعد من وقت ذاتس ا باد هابت لان معظم الافكار اللي اشتغل عليها او الكريتيفيتي تجيني في الليل الساعه 12 الساعه 1 ف يعني أشتغل في الليل أكثر من الصبح. شغل ثاني بعد النشأة. سورت ميوزك موسيقى هادئة مع المشي. أحس أفكار تصير قدامي يعني. وما أنا أخوي يقول لي دائما تسمع أغاني موسيقى فنادق. فدائما حتى في المكتب. دائما أشغل موسيقى هادئة أو بيانو ولا شيء. تعطيني كريتيفيتي زين شنو افضل شو عندك تي في شو خلينا نقول برنامج تلفزيوني فيلم تحب تشوفه ما له علاقه صح؟ ما له علاقه في انت ولا لا؟ ما له علاقه في ايش؟ رياضة الاعمال لا نهائيا لا بالعكس انا شوف انا يعني انا بقول انا بقول لك ليش انا لا انا قبل ما تجاوبني انا بقول يعني حتى الجمهور بكره اللي بيشوفنا بيسمعنا انا اشوف ان بعض الافلام يعني كثير افلام يعني مثلا ستيف جوب مثل فيلم ستيف جوب اللي انا حد شافه انا اشجع في فيلم مال الفاوندرز مارك زكربرج وأفلام ثانية تشجع وتحفز على الانتربرينورشيب. أنا أحس إنه جزء من الكرياتيفيتي أو إعادة التفكير أو تخفيف الضغط النفسي أو الفن مثلاً أنت ما ذكرتي اللي هو إن الواحد يشوف شيء يطلع من الجو اللي هو فيه في نفس الوقت يعيد تفكيره من جديد. Inspire them. يعني ممكن إحنا نشوف مثلاً دراما تتكلم مثلاً عن قصة هارسون فورد مثلاً مرة شفت أنا. الدوكيومنتري يتكلم على محمد علي شفت مرة الدوكيومنتري يتكلم على انبرتان مشتاون هيدسون هاي قصدي يعني اللي هي شغلات دي get you أو get you يعني تخليش تلهمين لحالة معينة تخليش تبتدين
شيء جديد؟ والله ما في شيء معين صراحة، بس دوكيومنتريز أشوف. دليل الوطنية حسن رانش مرات أحبه، حلقاته فيه وايد فات وكأنها تحقيق يعني. مسلسل ممكن أقول سوت، ما أدري يعني، أنا أي شغلة فيها تحقيق وفيها أناليسز تستهويني، أو ما أدري يمكن استراتيجي أي يمكن أنا يمكن هالجانب فيني يعني. فا يس ما أدري عن حسين. الأفلام أو المسلسلات هي مو بس شغلة تستهويني أو إنسبايرني، هي بالنهاية يعني رفرنس أو كيس تستدي أز ويل. أنا ما طالع الفيلم لونس لما أعمل طالع الفيلم، أنا طالع أحلل الكاميرا، السينز، الإخراج، التمثيل، هذا كذا تكنيكال برسبكتيف. الفيفوريت شو اي هاف اللي هو فايكنج. لا اوكي، جيم اوف ثرونز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز الحين ابري صراحه الكل الحين عند شو اسمه، احرق عليهم الحلقه. لا شكرا. لا خلاص حق اللي ما شاف. زين ممتاز. الحين احنا عندنا بعض المصطلحات البزنس، طبعا حق كل واحد تعني له شيء، فعاده احنا طبعا نسالها ونبي نشوف شنو تعني لك. خلينا نبتدي بال مانجين بيبل، اداره الافراد. شنو تعني لك اداره الافراد، سواء كانت في الشركه او في المؤسسه او في الحياه يعني. شنو يعني اداره الحياه او اداره الافراد اصلا؟ اداره الافراد انا بالنسبه لي ان انت تطلع الطاقه والسكيلز اللي موجوده عندهم بس مش موجوده عندك، يعني يوتيلايز بيبل. فمانجينج بيبل فور مي ان انت تطلع الاشياء اللي موجوده فيهم وممكن تفيد البزنس حتى لو ما كانت موجوده فيك. ممتاز. ممكن اغير السؤال؟ عيد السؤال ثاني. محتاج صديق، محتاج صديق. لا يعني جوابك كان كافي وافي. لا هي انت الكلمه الجايه عطها حسين. لا هي جوابها، هي احب جوابك انت. اداره الافراد يعني تدير الافراد. ايش تعني يعني ايش تعني لك حسين؟ انت بطاطا فسر الماء بالماء. اداره الافراد يعني انت عندك تيم، شلون تديره؟ هل شنو التكنيك في الإدارة بالنسبة لك؟ أنك تستمع للأفراد، تحاول تطلع ال the best، كل واحد أحسن شيء. أفضل ما عنده. أفضل ما عنده. ممتاز. القيادة leadership. أمان. leadership is inspiring people. أنا بالنسبة لي ما تكون قائد إلا إذا أنت تلهم غيرك، فغيرك راح يتبعك، مش عشان منصب، مش عشان مادة، يتبعك لأنه يؤمن بأفكارك. أنا عندي هالقيادة. هي أخذت الكلام من سبحان الله. نفس الشيء. زين هاي شيء. القيادة القيادة مو منصب، القيادة إيمان. إيمان. قيادة إيمان. استراتيجي. لعبتك أنا. هاي يعني this is your area. أنا استراتيجي to me is أحسها إنك تجيب المستقبل للحاضر ويعني أن you do something about it today. هاي عندي استراتيجي بكل اختصار. الاستراتيجية أن you know what you will do، أنت تعرف شنو راح تسوي في المستقبل. ممتاز. من صورة واضحة. زين التواصل communication. is listening communication ترى مو. good listening. للأمانة. حسين عاد هاي master the listen. إيه صراحة. للأمانة يعني فا. زين حسين. تواصل الاستماع. حسن الاستماع ما شاء الله. زين إدارة نفسك. manage yourself. يعني الضغط النفسي، العواطف، المشاعر، البالانس. أنا صراحة عندك تجربة؟ أنك تكون مسوي رجيم متأكد. لا أنا manage yourself. أنا آسفة إن أنا أعطيتك. يعني. ممكن أنت. لا يعاش شكله كله. لا إدارة النفس. الشغلة صعبة أنا أحسها صراحة، وإنك تدير نفسك
تتحكم بالامور السيئه قبل الزينه، يعني كيف ان انت يعني كيف تعطي اللي حوالينك، ما اعرف كيف اقولها بس صعبه صراحه. يعني اداره النفس هي اولا يعني من اصعب، يعني انك تدير غيرك مرات تحسها اسهل من انك تدير نفسك، بس نفسك شوي الموضوع صعب صراحه، مش سهل نشرح. انا ممكن اقول انك تكبت مرات او تمسك نفسك على 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 رغبات معينه بهدف ان الامور تنجح او تمشي. هاي نزة جامده ان شاء الله يفهمها عاد. زين تقدر تقولها يعني على سكيب السؤال. زين الانوفيشن الابداع ان انت تطلق العنان لتفكيرك صح؟ ابداع اوكي تطلق العنان لتفكيرك. اوتسايد ذا بوكس انوفيشن اللي هو خارج خارج المألوف. زين الانتربرينوريال شيب ريادة الأعمال هو خط أنت ترسمه لنفسك زين، وأن أنت تكون مدير يعني مدير ذاتك، فهي مسؤولية. ريادة الأعمال مسؤولية يعني ما حد يتحملها إلا أنت. ريادة الأعمال هي أسلوب حياة مو وظيفة. التكنولوجيا الشغلة توفر مجهود ووقت ف يبتر يوزت صراحة. زين نعمة. زين الماركتينج التسويق التسويق ان انت كيف توصل المعلومة بلغة يفهمها الاخرون. It's almost 75% من الشغل التسويق. يعني ياما ناس طلعت من وراء التسويق لأن بس لأنهم يتكلمون عدل أو أسلوب مسوق. زين organization culture الثقافة المؤسسية هي البيئة اللي أنت تعيشها داخل شركتك وانت تبنيها وانت تحكمها صراحه. ف البيئه اللي انت حاب تعيش فيها يعني اللي في مؤسسه الشركه. زين الديسيشن ميكينج اللي اتخاذ القرار اتخاذ القرار انا اعتبرها شيء المفروض يعني انت ما تبت فيه الا لما تكون درست المواضيع 360 من جميع الجهات. اتخاذ القرار هي خطوه بس الأهم منها أن تتحمل مسؤولية القرار اللي تتخذه. الإنتاجية productivity. productivity means quality. للأمانة is not a quantity. إيه ما لها دخل في عدد الساعات أو شيء. هي quality. في unit يعني زي في كنا produce a lot يعني أنت تنتج وايد حاجات. إذا؟ يعني الواحد بينتج وايد حاجات. Then you better go to excellence لأنه excellence أو efficiency هي اللي تمشي مع. إذا أنت بردم معين تنتج أشياء بس بتزيد عدد الإنتاج معناها يشبي لازم تكون في عندك كفاءة بالإنتاج أو quality. Yes efficiency إن أنا أنتج عدد أكبر بموارد قليلة بوقت أسرع. إذا كان هاي الإنتاجية أو وجهة نظرك الإنتاجية. السؤال هاي very tricky السؤال. زين work life balance حياة توازن بين الحياة والعمل. إن أنت كيف تقسم وقتك بطريقة إن أنت ما تحترق في النص بينهم. اشتغل شغلة تحبها وأنت ما راح تشتغل ولا يوم في حياتك. ممتاز. زين. فاينل طبعا اخر حاجه نشكركم على الحضور طبعا والخبره طبعا اللي قدمتوها حق رواد الاعمال من خلال تجربتكم في شركه نفيش او اي تجربه حياتيه قمتوا فيها. ابي نصيحه اخيره من امل تنصحين فيها طبعا كل بنت قطريه خليجيه عربيه. شو
تنصحينها كرائدة أعمال؟ كرائدة أعمال أو حتى كأونر، أنا نصيحة يعني شغلة يمكن تعلمتها اللي هي الديليجيشن. إيش معناها؟ أنا كثير يعني يمكن الموضوع عقدني، دائما ما نشوف المواضيع من ناحيتنا احنا ونحس انه ممكن ما حد يقدر يتقنها الا احنا اصحاب البزنس، لكن نتفاجأ لما نعطيها لاحد غيرنا او نثق باحد غيرنا وخاصة من التيم اللي يشتغل معانا، نتفاجأ بجودة وحتى بداعية تنفيذ المشروع او انهاء التاسك المعين المفروض عليه، وتكون صدمة بالنسبة لنا، فنحس ان احنا قضينا وقتنا كأونرز بدل ما نفكر في كيف ان احنا نطور المشروع ورستكن اوبريشن، قاعدين بالاشياء العمليه اللي هو كيف يعني دي تو دي تاسكس مثلا. ديليجيت امباور بيبل اللي انت تكون اللي اصلا هم موجودين في التيم، راح تفاجئ بالمخرجات اللي تطلع. صح، انا بالنسبه لي لا 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 تستهين قدراتك، تطور نفسك وتحصل انت راح تستغرب من الاشياء اللي تقدر تسويها.